لينا الطهطاوي تتصدر الترند بعد الاحتفال بزواجها. حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع، أبهرت الجميع بإطلالة مميزة تناسبت تماماً مع أجواء الحفل الفخمة. لينا الطهطاوي ولدت في القاهرة عام 1995، وهي ابنة الملحن والموزع الموسيقي طارق الطهطاوي. بداية شهرتها كانت عام 2022 عندما ظهرت مع عزيز مرقة في برنامج The Blind Date Show، وبعد الحلقة التي جمعتهما انتشرت أنباء وجود علاقة عاطفية بينهما. ازدادت شائعات ارتباطهما بعد ظهور لينا في واحدة من حفلاته بالأردن، وبعدها حضور عزيز مرقة حفل عيد ميلادها. بعد عام تقريبا ظهرت لينا بفستان أبيض يشبه فساتين الزفاف برفقة عزيز مرقة، وتوقع البعض احتفالهما بزواجهما، لكن اتضح فيما بعد أن لينا شاركته في كليب مجنناني وقامت بدور البطولة. لينا لها تجربة زواج سابقة عام 2019 من نجل رجل الأعمال رضا الجوهري، وفضلت لينا عدم الكشف عن سبب الانفصال والحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية. في ديسمبر عام 2023 أعلنت لينا ارتباطها بالإنفلونسر محمد فرج، وذلك بعدما تقدم لخطبتها بطريقة مميزة وأوهمها وقتها أنها ستسافر مع شركة سياحية لتصوير إعلان هناك، ليفاجئها بطلبه الزواج منها بطريقة رومانسية. وبعدها أقاما حفل خطوبة بسيط في مصر جمع الأهل والأصدقاء المقربين فقط. اللقاء الأول لمحمد فرج ولينا كان من خلال ظهورهما في برنامج توكسيك كيك في مايو الماضي، وبعد ظهورهما معاً توطدت علاقتهما وأصبحا أصدقاء مقربين، وتحولت الصداقة لعلاقة حب.